ومن الاهتمام بالمرأة إلى اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية اللي بتدعم حوالي 4 مليون أسرة فقيرة، سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة أو من خلال برنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات. عشان كده تم تخصيص 283 مليار و400 مليون للحماية الاجتماعية في موازنة السنة دي، بزيادة 41.5% عن السنة اللي قبلها. نشوف التقرير التالي. تعمل الدولة المصرية على زيادة خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية التي تساهم في إقامة مجتمع متضامن ومتماسك ومنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة. وحرصاً من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصص بمشروع الموازنة العامة لعام 2021-2022 دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة بلغت 41.5%. وتستهدف البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مع إتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى الأقاليم والمحافظات. ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عدداً من البرامج الفرعية، هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتتمثل مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال عام 2021-2022 في الوصول إلى 4 مليون أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى 18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون هي الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.